كل عام وانتم بخير، اضحى مبارك. فنانين لقاء فنانين اليوم مع نانسي حوا. مرحبا نانسي. مرحبا شادي، كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير. احنا كثير مبسوطين انه انت معنا اليوم بالعيد. الله يسعدك وانا بالاكثر. مزبوط، في حفلات كثير وانشغالات كثير، بس انت موجوده معنا. لقينا وقت. صح، بتحبي تعايدي على المستمعين؟ اكيد طبعا بحب اعايد على جميع المحتفلين واقول لهم كل عام وانتم بالف خير، وان شاء الله يا رب ينعاد عليكم العيد بالصحه والسعاده وهدات البال والغنى المادي والروحي كمان. المادي والروحي. الروحي والمادي تزبط مع بعض. بيكون ممتاز. بيكون ممتاز. حلو. اغنيه جديده لإلك رح نحكي عنها، ورح نحكي طبعا عن امور كتير. خليكم معنا بلقاء فنانين الاحتفال اليوم مع نانسي حوا. ارجع حبيبي، أغنية جديدة عم نسمعها بالراديو، حدث أغنية نانسي حوا. نانسي الأغنية معروفة مزبوط، يعني لما واحد بيسمعها بقول أنا بعرف هذا اللحن. مزبوط، هاي أغنية إسبانية من مسلسل مونيكا برافا، كتير كتير قديم مع ناتاليا أورييرو. هاي قد كان عمرك لما كنت تحضري؟ كتير صغيرة، يعني تعال نقول يمكن شي 12-13 سنة. وأنت من اللي تعلموا إسباني من المسلسلات؟ سي. فهيك كتير كنت أحبها، وقبل كم سنة الصراحة كنت هيك قاعدة فايتة بالجو فعم بسمعها، فقررت أكتب عليها كلام لأنه اللحن كتير 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 بعجبني بحبه. فكتبت عليها كلام بلهجتنا. إيش خطر اللي بنفس اللحظة كتبت؟ يعني مش هالقد، يعني هاي مش أول مرة بس بتكتبي صح؟ مزبوط، أنا كتير بكتب. أصدرت كمان أغنية من كلماتك. بعرف أغنية بعرف، إني كتار الأغاني اللي أنا بكتبن، بس
يعني بعدني بتجرأش كتير هيك أطلع، لأنه بعتبرش حالي يعني شاعر. ما بتشوفي يعني نانسي إنه كل واحد له مجاله يعني؟ مزبوط. صوتك حلو بتغني. مزبوط. عشان هيك، عشان هيك أنا عادة بحب أخذ كلام من شعراء اللي هاي هي موهبتين أو يعني المهنة تبعتين. صحيح الأساسية. بس بالضبط. بس يعني لاحظت إشي شادي إنه بالذات الأغاني اللي أنا بكتبها يعني شو هني تنتين اللي يعني الناس سمعوهن بصوتي، بالذات هدول الناس كتير بتحبن بركي عشان أنت بتحكي عن أمور اللي أنت عايشيتها وحسيتها ممكن بترجميها بكلمات. معقول. فالإشي هيك وصل الناس وهيك. حلو. بدنا هيك نسمع صوتك بنفع بأغنية خاصة للمستمعين. أكيد. أغنية عيد. أكيد. يا ليلة العيد أنستينا، يا ليلة العيد أنستينا، وجددت الأمل فينا يا ليلة العيد. يعطيك العافية نانسي على الأداء الحلو. لحد إسا أنت مبسوطة من مسيرتك الغنائية وإصداراتك؟ كتير كتير الحمد لله على كل إشي. لإيش هذا بيعود؟ عن لنشاط، لموهبة عندك، لإصرار؟ كل اللي حكيتن، كل اللي حكيتن. أنا كتير يعني طبعا أولا نشكر الله، الله أعطاني الموهبة. غير الموهبة أنا كتير بجتهد، يعني كتير بشتغل. أنت جدية بالموضوع. جدية كتير بمشروع نانسي حواء. بالضبط. إنه حتى يعني تعال نقول من قبل شي 3 سنين أخذت قرار إنه خلص يعني أركز بس على الفن. من وقتها يعني نشكر الله أنا بهيك عدالة تصاعدية لفوق. حلو. يمكن شوي يعني مش سريعة، خطوات بطيئة. خطوات بطيئة بس يعني الحمد لله الطريقة اللي أنا متبعيتها عم بكسب محبة الناس وعم بكسب كيف بقوله يعني محبة حقيقية. حلو. يعني بتحسيها هاي بالحفلات؟ كتير بشوف أنا من خلال فيديوهات. تعالي هيك نانسي نرجع لمجموعة من أغانيك، بس قبل لازم نذكر إنه ارجع حبيبي من توزيع مين. هي الفكرة الموسيقى لعبودي برهوم، بوجه له تحية، عملوها مع بعض بالاستوديو عند كريس عيسى. خلينا نسمع شوية أغاني هيك وذكريات. يلا. هاي أول أغنية من شرح المستمعين شاركت فيها بالعرفزيون وربحت. مظبوط. مين كتبها؟ أستاذ راضي مشالح، وجه له أحلى تحية، ولحنها أستاذ غسان حار. تحبيها؟ كتير. صوتك كان مختلف شوي ولا كيف؟ طبعا. شو هاي؟ قديه كان عمرك؟ قبل 10 سنين كان عمري، قديه كان عمري اليوم؟ عمري 27 17 16 أول كليب بتصوري صح؟ مزبوط. لكل سنة نشحت الأغنية كتير على اليوم بطلبوها، كتير مشاهدات كمان على اليوتيوب. ليه؟ مش عارف، يمكن هيك ستايلة كان وقتها يعني كان جديد حزيني عادي. حزيني صح؟ نسمع مقتطفات من أغاني نانسي حواء. هاي كل سنة. وينك يا أغلى صديق رجع للحياة بال2016 عامل مين الكلمات الألحان؟ كلمات ثائر عبد الكريم، ألحان محمد سلامي، وتوزيع برضو ثائر عبد الكريم. حلو. نانسي بال2016 جوزتي ولا وانت؟ بال2016 واصدرتي وقتها اغني كمان حققت نجاح كتير كبير. كسرت خبز. هاي انجح اغنية من اغانيكي يعني بالارقام؟ طلع اذا بنحكي على الارقام يعني من ناحية الفيديو فيه عرسك. الفيديو سهرتي. خلنا نسمع الاغنية. مين كتبها؟ تميم ابو دقوش، والحان كارم مطر، وجه للحية. شو عم نسمع السنة نانسي؟ بعرف. من كلماتك بال2017 أصدرتيها. كلماتي وألحاني، معلش لو سمحت. أوكي. اسمع مني شي خبري، بعرف ما فيك تعيش من دوني، بعرف إنك دايب فيك وبجنون. نسمع مقتطفات من أغاني نانسي حواء الخاصة. هسه بنسمع شوفت عينك كمان، أغاني نجحت بال2017.
رومانسية هون ها؟ شو عم نسمعنا نسي؟ رومانسية حزينة، كنت خايفة. نجحت الأغنية هاي ولا مش كتير ولا توقعتي أكتر؟ صراحة هي نجحت كتار، بغنوها وحافظينها وبيعرفوها وبطلبوها مني، بس توقعت لها نجاح أكبر من هيك. أكبر صراحة. صورتي لك كليب كمان؟ صورت لك كليبين، أنا عملتها بتو فيرجنز، يعني واحدة هيك مع توزيع كامل مع كتير آلات موسيقية اللي عم نسمعها إسا. أها. والتاني بيانو. والتاني بيانو مزبوط. السؤال نانسي، شو أحلى أغنية بالنسبة لك من أغانيكي وشو الناس بتحب أكتر إشي؟ سؤال بجنن. أنا شخصياً بحب إن كل واحدة هيك لحال في إلها رونق خاص بالنسبة لإلي، بس أنا بتعودي لبعض الأغاني بتسمعيها هيك بينك وبين حالك. الهقرب لقلبي يعني بعرف من كلامه ألحاني عشان أغنيتك. يمكن بعرفش يمكن. طب نانسي أنت اخترتي يعني مسار شوي ممكن يكون صعب، لولا كملتي بأرب آيدل أو رحتي على The Voice ممكن هالأرقام هاي اللي حكينا عنها تكون بالملايين. مزبوط مزبوط. ندمتي ولا لا؟ طلع حسب كيف بتطلع على الموضوع. أنا خسرت الشهرة السريعة وخسرت انتشار. هالأرقام العالي والانتشار السريع، بس من ناحية تانية أنا كسبت إنه يعني أنا أكون مسؤولة عن الموضوع، كسبت هيك راحة بال وراحة نفس وهدوء، هيك أشتغل على مهلي على راحتي. أنت تخطط أخطط الشغلات كيف ما أنا بحب كيف ما بدي، يعني بسمع من كتير خريجين من هاي البرامج اللي مش مبسوطين. يعني كانت الاستمرارية صعبة بالنسبة لهم. صعبة نعم. طب حكينا شوي تفاصيل ولا مرة حكيتي عنها من أحلام ومن اللي شفتيهن ونانسي بفترة أرب آيدل. يعني كيف بدي أقول لك إذا نحكي عن أحلام، أحلام الكل بفكرها إن هي هيك كيف بدي أقول لك بتخوف. بتخوف. بس هي كتير إنسان على الحقيقة، يعني على الأقل من تجربتي معها إنسان جدا لطيف جدا هيك، يعني أمورة وقريبة من القلب على عكس شو أنا كنت ماخدي عنها فكرة. أنا كنت عكس الانطباع. عكس الانطباع تماما يعني. نانسي عجرم باربي كيف ما منشوفها بالتلفزيون هيك بالحقيقة، هيك كتير نعومي ووائل كفوري، ما عرفتش كيف هيك أصنفه بس عارفش. كان عندكم مجال تتخرفوا وتتحدثوا ولا انه هني بالنسبة لإلهم هدول المشاركين؟ هو في كتير مقاطع ما انحطتش ما انعرضتش على التلفزيون، في كتير شغلات صارت بالأوديشن نفسه احنا شفناهن بس بالأوديشن، انا يعني على القليلة بالأوديشن الاول لانه ما كملت. بالضبط. كتير يعني شغلات صارت بالأوديشن اللي ولا انعرضت. زي مثلا لما وقعت الكوباي، بعرفش اذا متذكر بشي مرحلة وقعت كوباي، فانا اجيت بأطولة بلشت تقول أحلام ما حد يقرب عليها هذه بحمايتي وقامت لعندي وعبطتني وهيك، بس هاي شغلات كلها ولا بيانات ولا بيانات. وهيك تجربة يعني حلوة كانت لإليك؟ التجربة هيك حلوة لطيفة يعني مش عارفة في أمل يعني؟ ما فكرش. أنا أسمع كمان أغنية حلوة من أغاني نانسي حوا. كل عام وانتم بخير، عيد أضحى مبارك على الجميع. شو بالفرح لما علي وتشتقلي، وخصوصي لما تحاول تغمرني غمرة عغفلي. شو بفرح لما تندهلي تسأل علي وتشتقلي، وخصوصي لما تحاول تغمرني غمرة عغفلي. شوفت عينك شوفت عينك أنا من هالحب وما يصغر، اشتقلك وتشتقلي أكتر كل دقيقة تطلع علي. حبك عندي مثل النفس
عيني انت ورمش الحرس على هو ما يفارقني الناس وعصدرك شوفت عينك نانسي حوا نعيد على المستمعين عم يسمعونا بحلقة لقاء فن فنانين اليوم حلقة خاصة مع نانسي حوا مطربة العام كنت أكثر من سنين نانسي ها صح هاي الألقاب هاي مهمة ولا بالنهاية اللقاء مع الجمهور إنه يغنوا أغانيكي طبعا هذا الأهم وكمان في يعني أهمية معينة لهاي الألقاب مع إنه بعتبرهاش أهم إشي بس حلو يعني شعور حلو طب لما بتخسري هذا اللقب شو بكون إحساسك؟ هو في خسارة يعني ولا يعني إنه السنة ما بتربحي مثلا مثلا هذيك السنة ما ربحتش صحيح كانت الفنانة أصالة يوسف صحيح. طب وبطلع لها لأنه اشتغلت كتير صعب هي إسا عم ترجع صار لها سنة وإشي عم ترجع على الساحة الفنية وبقوة فبتستاهل وبطلع لها يعني مش دايما يعني مش مفروض بس واحد يضل صحيح أكيد كل الوقت كنت كيف شايفة بشكل عام الحركة الفنية بتجنن في إنتاجات كتير كتير انت صح يعني مش متعودين كنا عليه بالسنوات الأخيرة مزبوط صح؟ مزبوط وهذا إشي كتير بفرحني لأنه هيك بتحس إنه في يعني في كيف بدي أقول لك في حركة فنية في حركة فنية في منافسة في منافسة في مع مين تتنافس في طب أنت مع مين بتتنافسي؟ مع نفسي مش هيك قصدي إنه يعني صار في تنوع في حركة وهذا إشي كتير حلو والناس هيك صارت تستنى الإصدارات وهذا إشي كتير حلو يعني قبل في يعني تجاوب من الناس في تجاوب هذا إشي برأيك صار؟, صار مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت ولا كتير كتير نجاح بعض الفنانين شجع إنه يلا خلينا إحنا كمان ننتج هيك وهيك هيك وهيك طب أنت مين بتسمعي مثلا فناني أو فنان من عنا أصدر أغنية مين بتحبي تسمعي تقولي والله شو بدي أشوف شو عم بيعمل يعني إياد طنوس تامر نفار فرقة الدام شغلة كتير بجنن بتحبي تسمعي؟ بحب امتى نجوزك يما جسدكهم مثلا للدام هاي انا ادمان بالنسبة لإلي يوم يوم بسمعها حلو صوت مي صداو صوت مي صداو غناني بتحبي هذا اللون؟ انت تغني؟ اغني بعشق ده بالبقلي بس انه بحب اسمع بسمع كل شيء انا كل شيء اي ستايل بدك بسمع بحب وبالذات لما الموسيقى تكون معمولة بطريقة لذيذة وحلوة وهيك عصرية صحيح كان لك انت تجارب على المسرح غنيتي مع الياس جوليانوس وغنيتي مع اقول لك انه كمان بحب اسمع كمان بحب اسمع اغاني الياس جوليانوس وإسا في عنده عن قريب اصدار جديد متاكد رح يكون حلو شو بدنا نسمع اغني مع الياس ولا اغني مع زهير شو حابه تسمعي ايش حابه اسمع بنفع تنقي واحد في بحب الناس بحب اغنية بتتغير الدقائق مع زهير فرانسيس هاي وين غنيتوها بكونسرت ملحم بركات بحيفا وبحيفا وبكفر ياسيف وبوين كمان بالكابري كنه خلينا نسمع وبتتغير الدقايق وبتقلب حتى الحب بيتغير بمشوار الحياة بتتغير الدقايق وبتقلب الساعات
حتى الحب بيتغير بمشوار الحياة. الحب بيتغير بمشوار الحياة. إلا حبك أنت باقي بقلبي. إلا حبك أنت باقي بقلبي. إلا
حتى الممات حتى الممات حتى الممات. شكرا. شادي بلان فن فنانينا. كل عام وانتم بخير نانسي. وانت بألف خير. انت والمستمعين طبعا. شو عم نسمع؟ كل ملكك هذا كوفر عملناه انا والفنان عبودي برهوم. هيك اغنية شيرين. اغنية شيرين. مقطع صغير سمناه من أغنية شيرين بصوت نانسي حوا ومرافقة عبودي برهم. رأيك تغني لنا؟ سمينا صوتك بأغنية من أغاني شيرين. تكرم تكرم. شو نسمع آخر أغنية لها؟ يا بتفكر يا بتحس. حلو. الأنا كنز لا يلي اقتنع بس نحنا مركبين عطمع الأنا كنز لا يلي اقتنع بس نحنا مركبين عطمع عم جرب حب ووقف أنا عم جرب مش عم أعرف عم جرب الحق عقلي والمنطق شو بيقلي عم جرب مش عم أعرف يا بتفكر يا بتحس لا ما فيك توقف بالنص ولا فيك تاخد كل شي نقي واحد منهم بس يا بتفكر يا بتحس. الله الله الأداء الحلو. نانسي حوا اليوم ضيفي معنا بلقاء فن فنانينا. نقول لك مبروك كمان كنت بتونس وربحتي جائزة صح؟ مزبوط. شو اسم الأغنية كانت؟ عن السلام. وطن المحبة والسلام. وطن المحبة والسلام. أيوة ربحت مرتبة أولى. مرتبة أولى. كأفضل أغنية عربية يعني. المهرجان هو كان دولي. إيش مهرجان الإذاعة ولا إيش؟ مهرجان اتحاد الإذاعات الدولي عمل بتونس. وفيه شاركت بأغنية وطن المحبة والسلام. حلو. مين كتبها ولحنها؟ كتبها الأستاذ خالد سكر، لحنها الأستاذ خالد صدوق، ووزعها الأستاذ رامي عرفات. وليه ربحته برأيك؟ عشان مضمونها ولا؟ كله بيتعاطفوا يعني مع مش القضية ما أفكرش تعاطف لا لأنه هي الأغنية على مستوى كتير عالي من ناحية كلام من ناحية لحن ومن ناحية توزيع وبكل تواضع أنا غنيتها بطريقة حلوة. حلو. حلو. كانت على التلفزيون التونسي صح؟ على كل القنوات والإذاعات اللي بالعالم العربي كله. العرب. حلو إنه مش بس الجمهور التونسي كان فيه جمهور من كل الدول العربية. كنت عارف إنه راح تربحي ولا فاجأوك؟ هي الأغنية فاتت بمسابقة لمدة شهر انزاعت يعني على الإذاعات كلياتها وكان في لجنة اللي يعني اللي صوتت للأغنية وأنا كنت رايح لهناك عارف إنه راح أسلم الجائزة يعني بالمرتبة الأولى. بالمرتبة الأولى. حلو مبروك. الله يبارك فيك. حلو. وهذا المشوار فتح لي طبعا كتير أبواب.
عامل ايه معها؟ بسألك على فنانين وقولي لي شو رأيك فيهن بكلمة. بلش؟ يس. زهير فرانسيس. اوف. الملك. الملك حلو. وسام حبيب. صوته حلو. رياس جوليانوس. صوته رائع جدا جدا. حلو. اياد طنوس. مجتهد وفنان ناجح وبعرف يشتغل صح. امير دندان. صوته جدا رائع. رنا خوري. صوت الملائكة بس لازم تشتغل أكتر من ناحية التسويق عشان صوته لازم يوصل لكل العالم. حلو. نويل خرمان. نويل ذكية وصوتها بجنن. ساندرا حاج. ساندرا حبيبة قلبي. ساندرا شفت فيديو لإلها تغني لإلك كانت زمان. مزبوط. فيديو قديم. شو رأيك بصوتها بنجاحها لساندرا حاج؟ نجاحها كتير حلو. كنت بحب انه كمان اشوف لها مشاركات يعني هون عنا لانه انا بتستاهل. ايه نانسي بنقول كل عام وانت بخير لإلك كل المستمعين. شو الجديد اللي بنستناه منك بعد ارجع حبيبي اغنيتك؟ في طبعا اغاني. اول اشي بنفع يعني اسمح لي بدي اعيد كمان مره على جميع المستمعين هقولكم كل عام وانتم بالف الف خير ان شاء الله ينعاد عليكم العيد بس بالسعاده يا رب ان شاء الله. اغنيه جديده وانت الجاي؟ مش كتير عن قريب بس عم بشغل على اشي كتير حلو. مشروع كتير حلو. فرقه اشي خاص رح تسمعوا عنه. فرقه ايش؟ فرقه موسيقيه بستايل جديد. يمكن بعد فيش منه عندنا هون بالبلاد وان شاء الله بتشوفوا عن قريب. نختم هاللقاء باغنيه حلوه مش لك هي بس انت غنيتيها وزهب كتير مشاهدات مليون يلا باليوتيوب. اغنيه يارا. شكرا نانسي حوا. شكرا لك شادي. الله يسعدك. الى اللقاء. كيف النظره بتعملها